السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ازاي تعمل تشكيلة من الوحوش. التشكيلة دي تكون ازاي قوية، فيها اكتر من مفتاح ممكن اكسب بيه، خصوصا ان دي مش زي يوجيو دايل لينكس. دايل لينكس فيها 20 ورقة، يعني مش 40. فالأربعين طبعا اختياراتك وانت في السحب بتبقاش كتيرة. تعدد الأوراق، لو بتلعب على حاجة واحدة ممكن ما تجيش الورقة اللي انت عايزها. ازاي اعرف العب ويكون معايا 40 ورقة؟ هنشرح كذا حاجة، يعني في تشكيلات انا عاملها، هشرح انا عملتها ازاي، وفي نفس الوقت هنعمل تشكيلة احنا بايدينا قدام حضراتكم. وفي بعض الاوراق بتبقى مهمه، يعني مثلا هنيجي لتشكيله النيكرو فالي. هنا احنا عملنا الاوراق بطريقه تخدم النيكرو فالي بقوة. النيكرو فالي طبعا الورقة دي قوية جدا، بتعمل نجيب لأي حاجة طالعة من المقبرة. غير كده الوحوش بتاعتك جريف كيبر دي ما تعمل لهاش بانش، وهي في المقبرة ما بيتعملهاش بانش، ما تحدش يقدر يطلعها لك بره اللعب. الكروت بقى اللي هي متصلة بيها، في الكارت ده، الكارت ده رويال تريبل. الكارت ده ممكن بتستخدمه، يعني ممكن يهد اي حد قدامك لو هو لسه ما لعبش لعبته. يعني دي لو جات لك في الاول مع النيكرو فالي دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل ان اول ما انت بتشغل النيكرو فالي ولو في ايدك ما فيش وحوش، يعني لو في وحوش نزلها، يعني لو في وحش في ايدك نزله، ولو في ايده هو وحوش بتترمي في المقبرة على طول دايركت. فانت بتاكتفها تترمي في الوحوش، تترمي الوحوش بتاعه الخصم دايركت والوحوش اللي في ايدك. في برضو الورقه دي لو النيكروفالي موجود ووحش من الجريف كيبرز، تعمل نيجيت لاي حاجه، سبيل كارت، تراب كارت، مانستر افكت. فبتعمل كل النيجيت بدون طبعا تعب، يعني اي حد عايز يضمن لك وحش اعمل له نيجيت، اي حد بيعمل لك اي حاجه انا اعمل له نيجيت. طبعا دول الحاجات المختصه بالنيكرو فالي. مع حبه الوحوش مش كتير، حبه وحوش قليلين، بس لكل وحش ليه صفة وليه قوة احنا مستخدمينه عشان يلعب. نيجي لأهم وحش منه، ده لهيردك. كارت ده لو النيكرو فالي موجود وده نزل، ده أساسا كده كده ما بيأثرش فيه لا كارت افكت ولا تراب كارت ولا سبيل كارت، ما بيأثرش فيه حاجة. طول ما النيكرو فالي موجود محدش بيعرف يجي جنبه وبيضرب، فما بيتدمرش. فده مهم جدا، يعني ليه أهمية كبيرة. سبريت التست ديت بتبقى معمولة، انت بتنزلها اول ما بتبتدي، يعني لو هي معاك
ومعاك وحش تاني من الجريف كيبرز بتنزلها، واول ما بتتعمل بتعمل زي اكنك عملت اندماج، تنزل تفعل الافكت بتاعك تعمل اندماج للوحش، وبتختار ورقة من ايدك، اي ورقة من الجريف كيبرز لو معاك في التشكيلة اللي تلعيك لك في اول خمس ورقات، وبتعمل استدعاء للوحش ده. مهم جدا الوحش ده جدا 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 في المجموعة، لانه عموما بياخد من نيكرو فاليو 500 وبياخد على كل مستوى 100 من الجريف كيبرز اللي انت ضحيت بيهم عشان هو يظهر. غير كده كان كبير ديستروييد باي كارتز باي كارت افكت، يعني مفيش تدمير ليه. ولما بتيجي تهجم قبل الهجوم تعمل الافكت بتاعه، هو كده بيبقى مجهز ان انت بعد ما تدوس اند تيرن يسحب لك ورقة من الدك بتاعتك من التشكيلة بتاعتك تيجي لإيدك في نهاية المحاولة. نيجي بقى بعد الكروت القوية اللي انت لازم تحطها، الكارت ده طبعا بالسرية Always build card and the trick card your opinion control، يعني ومن ديت بتعمل تدمير لكل السبيل كارد صح وحش من المقبرة، استدعاء لفيلد سبيل طبعا لان احنا لعبنا على فيلد سبيل. تسحب ثلاث وحوش ثلاث ورقات، بس دي ليها عيب ان انت الثلاث ورقات الاول ما هي بتنزل بتسحبهم لو ما استخدمتش منهم ورقه ورقه بيروحوا الى المقبره. يعني انا سحبت رميتها معيش ورق في ايدي بتديني ثلاث ورقات، الثلاث ورقات دول لو انا ما استخدمتش منهم ولا ورقه الثلاثه بيروحوا للمقبره، استخدمت منهم ورقتين بتستخدم اهم الورق اللي نزل لك تحطه. بعد كده بتلغي الباقي، يعني مثلا انا سحبت ثلاث ورقات جات لي مثلا جات لي الورقه دي جات لي الورقه دي جات لي الورقه دي معيش مكان غير الاثنين، فانا هستخدم مثلا الورقه دي عشان اي سبيل كارد اي ورقه ليها افكت انا بعمل لها نجيت، ودي مثلا لو انا عايز استدعي وحش ولا حاجة بجيبه بسرعة، فيبقى انا بستخدم المهم. الورقة التالتة هتروح للمقبرة لو انا ما استخدمتهاش او ما نزلتهاش على الفيلد بتاعي، فدي الفكرة. يعني طبعا في بقى ورق تاني انا بضيفه مساعد ليه لو الخطة بتاعتي ما نجحتش، او لو هي مثلا ظهرت لي من البداية ممكن يعني العب لعبتين وبعد كده الغي اللعب بتاعه والعبه هو، لان دي تشكيلة ممكن انت بتشكل الورق نفسه على التشكيلة دي فبتعتمد عليها، بس لا انا ممكن اعتمد عليها مع نيكرو فالي مثلا نوميريون نتورك، انا ممكن استخدم النوميريون نتورك في ان انا اهزم خصم بسهوله، ان انا استدعي الاربع وحوش بتاع النوميريون بسهوله. انت خاف السكند سكند تير في بدايه الجيم بصدك لعب وحش واحد ما حماش اي حاجه، بحس ان الوحش دوت مثلا هيعطلك شويه، فانت ممكن تعمل النيميريون نتورك. طبعا هي غنية عن التعريف انا مش لازم اعرفها لك بطريقة كبيرة، يعني انا هعمل لها حلقة لوحديها الدك بتاعها،
بتنزلها بتفعلها بتستدعي الاربع وحوش دول. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 كل وحش انت بتهجم بيه بيضاعف نقاط الهجوم بتاعت الوحوش الباقية. يعني مثلا اول وحش هو 1000 بتفعل الافكت بتاعه بيخلي الوحش اللي بعده 2000 بتفعل الافكت بتاعه بعد ما تهجم بيه يخليه 4000 تفعل الافكت بتاعه بعد ال 4000 يخليه لك 8000. فانت ممكن تهزم بيه هي من مرة مرة واحدة بس تهزم بيه كله. في طبعا الورقة دي نجيت لأي حاجة باستخدام نص النقاط الحياة بتاعتك. تعمل نجيت للسايمون أو أوراق المهارة أو أوراق الفخ لو أكتبها دي. لو اللي قدامك عمل سبيشال سايمون او فعل قوة الوحش بتدفع يعني بتستخدم 1500 نقطة من الحياة بتعمل لها نجيت وبتدمرها. فالورقة دي برضو انا بعتبرها مهمة. ده بتدفع 1000 اللي بيه بتعمل نجيت لكل الوحوش اللي موجودة الافكت بتاعه. يعني دي بتعمل لاي وحش انت هتنزله او هو هينزله بتعمل له نيجيت لاي افكت بتاعه. فدي بيبقى ليها وقت استخدام. في يعني طبعا دي بتقلب 3 وحوش و تقلب اول 3 ورقات وبتختار منهم ورقة بتنزل لايدك وبتعمل شيفل للتشكيلة بتاعتك. في لعبة مهمة انا بلعبها كتير وهوريها لك على ارض الواقع. الورقة دي لما انت بتحط وحش في الفيلم على ارضك او على ارض او الخصم بيحط وحش على ارضه يبدأ يدمر كل الوحوش اللي موجوده. يعني مثلا الفيلم اللي قدامك ده عمل سايمون يعني جاب وحش 3000 وانت معكش غير وحش 1800 مثلا يدمر كل الوحوش وحشك بوحوشه بحيث ان انت ما يجيلكش يعني ما تلاقيش صعوبة في ان انت تقدر تهجم عليه بسهولة. في المحاولة اللي بعديها فانا بستخدم دي بالاخص لو الورقة دي موجودة. لو انا مفعل النيكرو فالي والورقة دي محطوطة بروح حاطط الورقة اللي انا لسه موريها لكم واروح مفعلها لما هما يعمل سايمون. حتى لو هو ما عملش سايمون والورقة دي كبيرة عليا هو مش عايز يهجم بيها خايف من ورقة الفخاخ بتاعتي بروح انزل ورقة مفعلها ومفعلها بدمر بيها وحوشه بوحوشي واقدر اهجم عليه بسهولة. فانا بوصل له اللعبة برضه اللعبة اللي هو كان عايز يلعبها عليا ان هو يصبر ان انا ياخد هو وقته ويسحب ورق عشان خاطر يلعبني. وهوريها لكم كل الكلام ده وهوري لكم من كام جيم انا عملتهم بالتشكيلة دي. بتبقى يعني التشكيلة دي لذيذة انا شايفها لذيذة جدا وانا لعبت بيها اكتر من مرة ومقديها اداء كويس جدا. يعني اوراق تانية بقى ممكن تضيفها مثلا زي الورقة دي ديت اللي قدامك لو عمل 5 مرات سايمون او سبيشال سايمون قدامك بتلغيله كل اللعب دوت وبتنزله بس بتدي له التوكن بيجمع في جميع نقاط الهجوم وجميع نقاط الدفاع بتاعت الوحوش اللي انت ضحيت بيها كلها. فانت ممكن تلغيله لعبة كاملة
انا ما بفضلهاش، لاني لو ما عرفتش ادمر التوكن اللي هو نزلت عنده دي بيبهدلك، مش عايز اقول لك هو بيبهدلك، لان نقاط القوة بتاعتها ممكن تبقى قوية، لو خصوصا لو مثلا فيها 20 فوق 2000 او 3000، لا 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 بتتبهدل عشان تعرف تدمرها. الوحش ممكن تضيفوه الوحش ده الجولدن جولدن لورد، ده مميز جدا يعني. انا في تشكيلات حاطه النوميرو وده في وسطها، لان دوت لما بيروح للمقبره ممكن ارجعه تاني ان انا ضحي بورقه فخ ولا بورقه مهاره، ف يعني اضحي باي ورقه وانزله، وبياخد 1000 اتاك زياده، يعني بيبقى بدل ما 2500 بيبقى 3000، فبيبقى قوي قوي، ممكن يلحق في جيم، لو في اخر الجيم مثلا ناقص 1000 قدامك وهو نزل لك وحش مثلا 2500 وانت مش عارف تدمره له، ممكن الورقه دي تنجزك وتخطف منه الجيم زي ما بيقولوا. الورقه دي برضو مهم، دي لو هو نزل وحش بالتارجت فيس اب، يعني بالتارجت الوحش ده وبتدمره له، وبترمي ورقه من الاكسترا ديك تكون الهجوم بتاع اقوى من الورقه اللي انت هتدمرها. وعشان كده لو بصينا في الاكسترا ديك انا حطيت وحش 4000، حطه مرتين حطيت وحش 3500، حطيت وحش 5000، بس ان هو لو نزل لي اي ورقه قويه انا مش عارف ادمرها 4000 مثلا، وهي لو هجمت عليا على اي وحش هتدمره، لا انا بروح انا مفعل دي بتارجت وبدمره له، وبضحي برمي ديت اي ورقه اي ورقه منهم في المقبره. وخليك متعمد ان هي ما تصحاش بالورقه دي بالمنستر روبر، هو لو رمى منستر روبر ما يقدرش ياخد الوحش اللي انت لسه مضحي بيه من المقبره، ان هي ما ينفعش اصلا يتعمل لها سبيشال سايمون الا من خلال الاندماج بالوحوش بتاعتها. هستعرض ليكم برضو ازاي انا لعبت بيها، لعبت بالتشكيله دي فاكتر من وانا ساعت من ساعت، يعني ما خدت ما عملت الديك ده ما طلعت صوره كبيره. اللوز ده النت عندي بس بيبقى ضعيف، بيطلع بره يعني 0 و4 بيطلع بره الجيم. يعني انا هستعرض ليكم من اكتر الحاجات اللي احنا عملنا فيها محاولات، يعني مثلا نختار دي بلاي ريبلاي. بص هو معلش انا بتأثر طبعا من تصويرها، يعني تصوير الفيديو نفسه وحش شوية، بس ان شاء الله نعلم جودة فيما بعد. بلاش من الموديل، انا معاك اكتر من مفتاح في الوان دي، مش سهل بسيط تمام. يا ريت اللي من البدايه لما يبقى معاك مفتاح على المستخدم انت خلاص عارف الشيء، ممكن كمان مر له بسبب ان انت مثلا ما موتتوش، انت دمرت له 3/4 لعبه بطريقه ما
نبدأ. هو هيبدأ. ابتدي العب ورقه واعمل لك ورقة واحدة. نبتدي نلعب. نكشف ورق. اربع ورقات، ثلاث ورقات، ونختار منهم ورق. اخترنا الورقة دي. احنا قلناها بتدمر وحش. دمره وتبتدي هنا تستدعي فعل الاش بلسو. معرفتش اخد ورقة من ورقة وحش، مش مشكلة. فعلنا النيكروفالي. فعل هو ورقة الفخ بتاعته. لان الفخ بتاعتي تلاتة شيني وانهي دوري. هيلعب هو. طبعا انا عايز افهم ازاي انا لعبت، يعني الطريقة اللي انا لعبت بيها. وما فعلش حاجة، ابتدي تلعب انا. اشبل اسم مرة تانية برضو. اخلي اللعبة بتاعتي، مش مشكلة. الراجل ده اجهدني في الدور. الدور يقعد فيه 22 محاولة. الدور بيبقى طويل. دور حلو انا لعبته. هو لاعب التشكيلة بتاعته ايضا قوية، يعني مش تشكيلة ضعيفة. تشكيلة الدراجون مدي برضو متعبة. لو ما عرفتش تلحق نفسك كتير من البداية ممكن تبهدلك. الحمد لله يعني عرفنا نسيطر في الجيم. نزل الورقة تاني. ما تيأس، يعني مش شرط ان انت تيأس ان هو عمال يفعل في ورقة او في نفس الورقة او نفس طريقة اللعبة فهو انت تيأس عشان تقص نفس الدم. لا، مشكلة. طول ما انت قصت ان انت مفروض الموضوع ما فيهوش مشكلة. ازاي انا استخدمت الورقة دي؟ الورقة دي اللي انا شرحتها لكم جوه دي. هعمل تارجت لي الوحش، هدمره له في نفس الوقت. هضح رامي ورقة من عندي من الاكسترا ديك تكون اعلى منها في الهجوم. انا حضرتكم شايفينها. عنده لعبة او طريقة لعبة هو عايز يعملها. انا تقريبا قافل عليه، مش قادر انفذها. Thank you.
حرية اللاعب اللي هو بيحاول يعملها. انا قافلها عليه مش مخليه يعمل تشكيلاته صح. هنا انا دمرتها له، عملت لها نجيت ودفعت النص في الحياة بتاعتي، لان هي دي كان هيجي كان هيجيب وحش المجبورة ممكن يطلعه. نزل وحش اقوى دمر كل الوحوش رايح دماغي. دمي في الاخر هكسب يعني، ما تقلقش ان انت طول ما انت واثق ان انت تقدر تفوز ما تقلقش من حاجه. انا لو كان الوحش بتاعه اقوى من ان هو مثلا 2000 او كان ممكن يخسرك، كنت ممكن افعل الورقه دي بترد له الهجوم نفس النقاط الهجمه بتاعته وتترد. بيحاول يلعب بطريقه معينه، يمكن فكره ان انت تقدر ما تخلوش يقدر يلعب على ورقته. ما فيش سبب ان الورقه دي موجوده في الارض، دي بتعمل جيت لاي افكت كده. نلعب هعمل اد روح عملتها هو ده. طبعا دي نجت لقوته هو ابتدى يتوقع، ابتدى مش عارف هو بيعمل ايه. انا شرحت لحضراتكم يعني قفشت الجيم ان انت كده خرجت عن تركيزه، هو مش مقدر يركز. والي بتعمل نجيت يعني بطريقه خرافيه. انا بتعمل نجيت للاوراق بتاعته ولا اكنه بيلعب مش من استخبار. ادي كمان نعمل لها نجيت بدي وسطله كل طرق اللعب بتاعته. هو يعني مش مصدق اللي بيحصل. نميرة لو كنت محتاجة كنت لعبتها، انا مش محتاجة. نيجي من هجوم طبعا احنا خلصنا عليه، بس هو مازال قوي. عايزكوا تركزوا معايا برضو في اللعبة اللي انا عملتها دي. الورقة دي اللي اتحط مع الوحش ده هنشوفها ديت، ممكن ادمر كل الوحوش اللي هتنسى كل الوحوش بلا استثناء، ان احنا ممكن نحتاج لهاش اصلا. ثلاث ورقات مش ورق في ايدي.
تمام الورق ده نزل من انتهى ما انتهاش لسه دي وخدتوا بالكم ان الورقه اللي في ايدي عشان استخدمتهاش رحت على طول فعل حاجة من طريقة لعب ترجع للوحش لكن على مين هنعمل فعل ورقة الفخ اللي انا بترفع عليها هو دمره له اللي بيجريز ملهاش اي لازمة بالنسبة للورقة بتاعتي مش تقدر تعمل لها حاجة ده هجيب ميكروفالي عشان مقدرش من اللي عايز تعالى دي اضحي ثلاث ورق ثلاث ورقات اللي جود كان فيهم وحوش كلهم بقى في المقبرة مفيش اي حاجة يعملها خلاص زي ما بيقولوا خليته بقى عاجز ان هو يقدر يرد علي اي حاجة وتمت الهزيمة وكسبت الجيم. أرجو تكونوا استفدتوا من اللي أنا شرحته ويا رب يكون حاز على إعجابكم وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة إن شاء الله تكون الصورة أحسن ويكون عندي فعلا نفسي أفيد أفيدكم ف متنسوناش بالاشتراك في القناة. شكرا لحضراتكم وعلى وقتكم.